طيب في الحقيقة يعني مصر ولادة، وكل يوم بيطلع لنا موهبة جديدة. في موهبة مصرية في لعبة كرة القدم موجودة ومحترفة في أندية، سواء كانت أسيوية، أندية أوروبية، وفي كل حتة من العالم. الحقيقة اللاعبين دول تألقوا بشكل كبير مع الفرق اللي بيلعبوا فيها، علشان كده النهاردة عايزين نقدم لكم نموذج لشاب مصري بيلعب مهاجم في فريق نادي الهلال السعودي للناشئين. المهاجم ده سجل في مبارياته مع الفريق 16 هدف في الموسم الأخير، وصنع خمس أهداف. إيه حكاية الشاب المصري كريم أشرف لاعب فريق الهلال السعودي ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي؟ صباح الخير يا كريم. صباح النور، إزاي حضرتك؟ يعني متألق ورافع اسم مصر دايما كده، بس عاوزين نعرف منك في البداية بقى، يعني ازاي بدأت او بدأت رحلتك مع فريق الهلال السعودي بشكل خاص ولعبة كرة القدم بشكل عام؟ والله هو في بداية بس الأمر أنا حابب أشكر حضراتكم على التواصل واللقاء الطيب ده، اللي هو في الحقيقة يعني بتمنى إن هو يكون يعني لقاء إيجابي ومثمر على الجميع إن شاء الله. وحابب أشكر المشاهدين الكرام يعني، اتفضل يا كريم. وبالنسبة طبعا لبداية الأمر، يعني أنا طبعا من نشأت في بين أسرة يعني عاشقة لكرة القدم يعني، وأنا برضو من صغري وأنا محب يعني لكرة القدم وشغوف بيها. فبدأ الموضوع يعني عن طريق مثلا الأكاديميات في البداية، أكاديميات كرة القدم، بدأت يعني أتنقل من أكاديمية لأكاديمية يعني، ومريت في الفترة دي طبعا بظروف ويعني بمتغيرات طبعا، وتطورت كتير يعني. كنت بطور نفسي في السنين اللي فاتت دي كلها، وبحاول طبعا ان انا اشتغل على نفسي يعني واحقق هدفي واللي انا عايز اوصل له، لان انا خدت الموضوع من يعني من البدايه، من وانا صغير يعني بفكر احترافي يعني، وفكر ان انا حابب اوصل طبعا لبعيد يعني. ولحد يعني الحمد لله ما التحقت يعني بالفئات السنيه يعني في نادي الهلال. ساعتها كان عندي 13 سنه، والحمد لله يعني دلوقتي انا 18 سنه، ونهيت الموسم اللي فات اللي هو الاخير ده السنه دي، الحمد لله يعني حققنا بطوله لقب الدوري، دوري الممتاز لدرجه الشباب. طبعا انا اصلا المفروض ان انا سني بلعب تحت يعني سن 18 سنه، فانا تم تصعيدي اصلا الموسم ده للفريق الرديف للنادي الهلال اللي هم تحت 20 سنه، والحمد لله يعني خدت معاهم الدوري. حلو قوي. طب كريم، انت في مركز مهاجم هداف، احنا عندنا في مصر هنا في مشكلة في أندية كتيرة قوي في المركز ده، في وجهة نظرك سبب ده ايه؟ يعني وانت بتتابع كده المشهد الرياضي في مصر لكرة القدم، حاسس المشكلة فين؟ هي المشكلة يعني احيانا ما بتبقاش في مش هتبقى يعني مش في مصر بس يعني، هي المشكلة موجودة في اماكن كتير، بس يعني والله انا مش عارف المشكله فين بالظبط. قد تكون يعني محتاجه بناء مثلا من البدايه، او هل في وجهه نظرك محتاجين ان احنا نبتدي نوسع احنا بنتفرج في يعني بنشوف لعيبه فين؟ يعني محتاجين نبص في انديه تانية زي يعني زيك مثلا موجود في نادي زي الهلال؟ طبعا طبعا، ناشئين يعني مثلا، كل اللعيبه المصريين اللي بيمثلوا مصر خارج مصر يعني لازم يتبص عليهم، ولازم ياخدوا جزء يعني من الاهتمام، لان احنا يعني كلعيبه محترفين بره يعني من دورنا ان احنا بره بنمثل بلدنا، ويعني بنمثل بلدنا خير التمثيل، وده واجبنا ان احنا نمثلها التمثيل ده، يعني طبعا تمثيل خلقي قبل ان يكون يعني تمثيل فني. فيعني حقنا طبعا على بلدنا ان احنا يعني ناخد الفرص، وان احنا ناخد فرص في اننا نمثل منتخب مصر ونمثل بلدنا، لان ده حلم لينا كلنا يعني، وحاجه بنسعى ليها اصلا يعني احنا بره. كريم خليني اسالك، مين القدوه بتاعتك بقى في الملعب تحديدا؟ وتحديدا انا شايف شعرك واخد شعر مو صلاح، فقولي مين قدوتك بقى؟ بالظبط، هو الكابتن محمد صلاح طبعا يعني هو قدوتي، لان يعني
قدوتي كلاعب محترف يعني خارج الملعب قبل ما يكون لاعب محترف جوه الملعب. كابتن محمد صلاح طبعا معروف بأخلاقه وصفاته الكويسة جدا اللي ما بيختلفش عليها أي شخص، فطبعا هو يعني قدوة ومثل أعلى مش لي أنا بس، طبعا لكل لعيبة مصر دلوقتي وكل اللعيبة العرب ومش مصر بس كمان. يعني كل لاعب دلوقتي بقى بيطمح ان هو يخطو او يعني معلش يسير على وانت صغير وان كنت انت لسه صغير برضو يا كريم يعني، بس مين المهاجم الصريح اللي كان يعني مثل اعلى ليك؟ انا بصراحه انا والدي يعني، انا والدي بيحب الكابتن محمود الخطيب وانا كنت يعني بتفرج عليه برضو يعني، وكنت قلت قبل كده ان هو من الناس اللي انا بحب اتفرج عليهم، وكان يعني والدي وانا صغير بيوريني يعني فيديوهات لي كتير وكده يعني، فانا بتفرج عليه كتير. وطبعا بقى غير المهاجمين الاجانب كتير يعني اللي انا بتفرج عليهم، مثلا فان بيرسي وروني وابراهيموفيتش وكريم بنزيما لويس سواريز، كل اللعيبه دي طبعا بتفرج عليهم بحبهم قوي يعني. طب كريم، في اي اتصال حصل بينك وبين المنتخب المصري خصوصا بعد طبعا التالق في الفتره اللي فاتت مع النادي الهلال السعودي؟ والله انا طبعا في بدايه الامر انا كنت يعني الموسم اللي فات يعني انهيته الحمد لله، كان طبعا كنت في درجه الناشئين فانهيته بشكل كويس، وفعلا يعني انضميت كان وصل استدعاء للنادي من المنتخب وانضميت طبعا للمنتخب معسكرين، فطبعا كان شرف كبير ليا وحلم ان طبعا امثل المنتخب من وانا صغير. فالحمد لله انضميت لمعسكرين كانوا كويسين جدا وظهرت فيهم بشكل كويس قوي، كان تحت قياده الكابتن محمود جابر، ويعني اتعرفت برضو على زمايلي اللي هم لسه برضو متواصل معاهم دلوقتي، لعيبه محترمه جدا وكويسه يعني، ولحد طبعا قبل البطوله العربيه اللي فاتت، فاتفاجئت طبعا ان انا يعني خارج قائمه البطوله وان انا مش مشارك في البطوله. ايه اللي حصل؟ ما هو ده اللي انا اتفاجئت بيه، انا كنت في المعسكر وهو ده اللي حصل ان انا يعني خارج القائمه، وان انا حد وضح لك اسباب مني ان انا والله اتكلم معايا يعني الجهاز الفني في المنتخب ان في طبعا لعيبه بيلعبوا في انديه بره وفي لعيبه كذا يعني، وهم اصلا اكبر مني في السن طبعا يعني اكبر مني بسنه كمان، وان هم شاركوا قبل كده، فهو ده الكلام اللي اتقال لي ان هم يعني عشان شاركوا في المنتخب قبل كده ودي اول مشاركه ليك واول انضمام ليك، فهم الاولويه ليهم ان هم يلعبوا. فيعني هو ده اللي حصل يعني، ده كان رد الفعل، فانا مش عارف، بس انا يعني كنت يعني الحمد لله يعني سهرت بشكل كويس في المعسكر وسعدت بانضمامي للمعسكرين. واكيد يا كريم وجودك في حد ذاته في معسكر من معسكرات المنتخب حتى لو للناشئين ده شرف لينا كلنا يعني، لان انت بتمثل مصر في الاول. لا بالعكس بالعكس، ده شرف يعني شرف ليا انا ولاي لاعب مصري خارج مصر يعني، يكفي فرحتك وشعورك بالفخر ان انت لما يصلك فاكس من المنتخب بلدك للنادي بتاعك. ده حقيقي يا كريم. طيب خليني اسالك على بقى تجربه الاحتراف، شايف ازاي تجربه احتراف محمد صلاح تحديدا، وانت بتقول اللي هو مثل اعلى ليك وقدوه، شايف اللي هو لو كان احترف بدري يعني، محمد صلاح يعتبر من المحترفين في سن كبير شويه يعني، لو كان احترف بدري ده كان فرق معاه، وانت بتفكر ازاي في الموضوع ده؟ بص، هو هي طبعا هي عمليه تطور يعني، هو صلاح مش هينفع نقول ان هو لو احترف بدري، صلاح لو كان احترف من المقاولون على ليفربول على طول ما كانش هيبقى محمد صلاح. صحيح. زي ما هو احترف من وصل لتشيلسي كان برضو طبعا ما كملش في تشيلسي. هي الفكره في انك ازاي تطور نفسك، ازاي توصل للهدف اللي انت عايزه، ازاي تكون الشخص اللي انت عاوز تبقى فيه او المكانه اللي انت عاوز توصل لها بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه يعني، هي دي الفكره ان انت ازاي تشتغل على نفسك وترسم طريقك اللي انت عايز توصل له بعد فتره يعني. فزي ما لو انت شفت محمد صلاح، هي قصه كفاح يعني، قصه كفاح الواحد يفخر بيها، اللي هو انت بتشوف واحد طبعا زيك او يعني بيلعب في نادي طبعا زي نادي المقاولين، طبعا مع احترام النادي المقاولين نادي كبير جدا وقدم لعيبه كبار جدا لمصر، لكن يعني لما يبدا في نادي المقاولين
ويمر بعقبات كتير ومراحل صعبه ويستمر لحد ما يبقى الكابتن محمد صلاح. فدي قصه كفاح كبيره يعني، هي موضوع يتعلق بالعمليه التطوير اللي انت بتطوره لنفسك. ما فيش انسان هيبقى صحيح. يعني هيتولد يعني هيبقى لعيب محترف، لا طبعا، انت بتطور نفسك وبتطور عقليتك وذهنك. انت عمرك كم سنه يا كريم؟ انا تميت 18 سنه شهر 2 اللي فات. ما شاء الله. يعني انا فخور ان عندنا شاب 18 سنه عنده الوعي وعنده الادراك ده بفكره ان النجاح عمره ما بيكون وليد الصدفه ابدا. لازم تشتغل على نفسك، لازم تطور من نفسك، ولازم تمر بعقبات وتحديات كتير وتتغلب عليها عشان خاطر تقدر تعمل اسم في يعني مهنتك او في شغلانتك او حتى في الرياضه اللي انت بتمارسها. يعني اللاعب المصري كريم اشرف، لاعب فريق الهلال السعودي، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وان شاء الله يكون لينا لقاء هنا خاص ببرنامج صباح الخير يا مصري أثناء وجودك في مصر، وأثناء أيضا يعني جني وحصاد يعني نقول إيه بقى ميداليات أكبر ومشاركات أكبر وأهداف أكتر مع الفريق إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. حسينا ان يمكن كريم سنه اكبر من 18 كلامه سنه، كلامه عشان كده سالته على السن. عاقل جدا، يعني عنده افكار مترتبه صح، فاحنا ان شاء الله عندنا كده احساس ان انت ان شاء الله قدام تبقى محمد صلاح الجاي لو انت استمريت بالفكر ده.